وصلنا لمحطتنا الختامية. أكيد سلمى بمشاركة لافتة من داخل سوريا وخارجها من أكاديميين على مستوى عالي في مجال اللغة الإنجليزية، تم تنظيم المؤتمر الافتراضي الأول لمتعلمي ومدرسي اللغة الإنجليزية بسوريا والعالم، والهدف نقل أفضل صورة عن سوريا للعالم وأثبات القدرة على تحدي الظروف الصعبة وخاصة بالمجال الأكاديمي في البلد. أكيد نود لنتعرف بشكل أوسع على المؤتمر اللي بيهدف لمواكبة تطور اللغة الإنجليزية بسوريا وأظهار كفاءات سورية علمية. معنا بالاستوديو الأستاذ صفوان قدورة، منظم المؤتمر الافتراضي الأول لمتعلمي ومدرسي اللغة الإنجليزية بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح الخير، يسعد صباحكم سادة المشاهدين. يسعد صباحك أستاذ. قبل ما نستضيفك نحن كنا عم نحكي عن المزايا الإيجابية نوعا ما للتكنولوجيا، وهيدا المؤتمر يمكن خير مثال اليوم تمام. عن هي المزايا الإيجابية اللي بنقدر نستخدم من خلال التكنولوجيا لكن لبناء مجتمع أفضل. خلينا نحكي عن هيدا المؤتمر الأول الافتراضي، من وين إجت الفكرة، كيف بلشتوا فيه؟ طبعا بشرفني وجودي مع حضرتكم. بالنسبة للمؤتمر كان يعني أكثر مثل كسد حاجة لمجال التعليم، حضرتكم كنتوا عم تحكوا على التعليم والدور اللي التكنولوجيا أخذته بالتعليم، فكان أكثر من يعني during the coronavirus thing كان طبعا التعليم in face to face in general شبه واقف، فبالتالي كان في توجه يعني direct to technology. هلا الآن فكرة المؤتمر كانت ممكن لحنا نعمل شيء داخلي inside Syria، لكن الفكرة كانت إنه why don't we go global، يعني على مستوى عالمي بشكل أكثر. فهي انطلقت من فكرة إنه الشعور بحاجة لسد شيء من ثغرة بالمسؤولية الاجتماعية، وهذا الشيء اللي تبناه مركز بلو أوشن أو مدرسة بلو أوشن للغات وتدريب إدارة الأعمال. فبالتالي تم التنسيق مع جهات يعني أكاديمية داخل سوريا وخارج سوريا as well مشان التنسيق، وتم الاتفاق على محاضرات. كان طبعا في تحديات كبيرة متعلقة بالتكنولوجيا ومتعلقة بتأمين المحاضرين، متعلقة بالبروسيجر تبع الحضور، but all in all it was okay. فهي in general the idea يعني نوع من تلبية المسؤولية الاجتماعية بظروف صعبة جدا، فضلا عن الظروف الخارجية الأصعب اللي كلياتنا بنعرفها. أكيد. خلينا نحكي عن مين ضم المؤتمر، كيف تم التواصل، قد استمراريته خصوصا أنه هو افتراضي، كم جلسة، يعني نحكي شوية تفاصيل أكثر. تماما تماما. المؤتمر كان كفكرة مبدئية أنه يتم من قبل الانستركتورز أو الترينرز تبع مدرسة بلو أوشن، لكن later on فكرنا أنه ليش ما يكون على مستوى أعلى شوي أو على مستوى global يعني عالمي. طبعا احنا بالظروف الحالية وبالأمور المفروضة علينا شوي بعاد عن التواصل العالمي يعني، لكن لحسن الحظ أنه كتكنولوجي وايز فينا وبالعالم الافتراضي فينا نطلع. لسه هلا كمان ما حجبوا لسه نوعا ما فينا نقول صحيح. فالمؤتمر ضم محاضرين من دول خارجية مثل طبعا UK أو سبين أو تركيا أو US، and دول عربية طبعا الإمارات مصر وبقية لبنان ودول أخرى. طبعا أنا استفدت من دراستي الخارجية already بأمريكا وببريطانيا وإسبانيا ودبي، فتواصلت مع المحاضرين اللي كانوا هن مدرسين إلي بالنهاية، وفعلا أبدوا كتير يعني التفاعل وحبوا فكرة المؤتمر، خاصة أنه هو عم يركز على فكرة تدريس وتدريب اللغة الإنجليزية، فكان في يعني الشانل موجودة، التارجت والجول واضح جدا، فبوقت قصير نسبيا تم الاتفاق معهم. مش بس بوقت قصير، بظروف جدا استثنائية وصعبة نوعا ما نحن كلياتنا عم نعيشها اليوم، يعني نحن حصار اقتصادي كتير كبير وأمور صحية صعبة ودائما تضيق علينا من خلال هي الأمور المعيشية نوعا ما والصحية والنفسية وخصوصا التعليم، وهيدا اللي بدي أسألك عنه أستاذ. لما نحكي عن هيدا المؤتمر اللي كانت تقيمه دول كبيرة ودول عالمية عظمى، نقام اليوم في سوريا بوقت كتير مختصر، في مشاركة دولية كانت نوعا ما خلال المؤتمر، هي فعلا كمان رسالة نوعا ما تعليمية واجتماعية انه اليوم موجودين وعم نحاول ضمن امكانياتنا نوعا ما، لو كان هذا الحكي في كتير من الناس بتقول انه هذا صف جمل، لا، وجودك اليوم معنا بيأكد هيدا الشيء. خلينا نحكي عن هي الرسالة تحديدا. هي نقطة هامة جدا مزنور، يعني الفكرة انه يعني حتى احد المحاضرين اضطر انه شوي
انه يسال الجهه اللي هو بيشتغل فيها، انه خاف من امر انه السانكشنز والعقوبات تكون داخله. يعني للاسف in a way or another العقوبات بتدخل شوي بالإديوكيشن، صحيح، لكن لحسن الحظ قدرنا انه نتدارك هذا الموضوع. عاده اللي بيصير انه بتكون مؤتمرات خارجيه او عالميه وبيتم استضافه حدا مثلا من دول عربيه او من سوريا، ونادرا يعني ما يحصل. لحنا بهالحاله يعني ففكرنا نفس ما حضرتك تفضلتي انه يعني قلبنا الجيمنج ان جنرال، فان لحنا ننظم المؤتمر هون، نستفيد من الوضع الافتراضي وندعو المحاضرين من يعني مشان ما يتم استقصائنا نحن بننظمه. يعني لحنا وي هاف ذا بيبل، هلا معظم المحاضرين كانوا من سوريا، صحيح، عرفتي؟ يعني ما كنا لحنا واحد اثنين من سوريا، معظم المحاضرين كانوا من سوريا، وقسمنا حتى المحاضرين من سوريا، تعمدنا انه يكونوا من عده محافظات، يعني not only from Damascus، كان في من الشام وكان في من عده محافظات ثانيه غير الشام، فبالاضافه للمحاضرين العالميين، فكان في يعني diversity كتشكيل يعني رائع جدا، يعني محلي وعالمي. يعني مثل وحضرتك عم تحكي كنا عم نشوف مشاهد لفيديو مسجل من مقتطفات من المؤتمر. خلينا نحكي انضم يعني هذا المؤتمر عدد من المحاضرات تنبثها اونلاين، شو كانت المواضيع وقديش يمكن عدد اللي استفاد منا ان كان طلاب وان كان كمان مثل ما قلنا بالمقدمه متعلمين ايضا للغه الانجليزيه؟ تمام، بالنسبة للمحاضرات كان التركيز فيها على مجال تدريس اللغة الإنجليزية أو طرق تدريس اللغة الإنجليزية بالإضافة لطرق تعلم اللغة الإنجليزية. فالمؤتمر كان مقسم على 4 أيام، اليومين أول يومين كانوا للمدرسين، يعني شو الجديد مثلا بمجال تدريس اللغة، اليومين الثانيين كانوا للمتعلمين، انه كيف تتعلم اللغة من خلال كذا، كيف تتعلم اللغة، كيف تطور مهاراتك اللغوية. والأكثر شيوعا الناس كلها بتحاول تفوت تتعلم اللغة تماماً على الانترنت. تماما بالضبط، يعني الطلاب اليوم بدها تعرف أبسط طريقة وأسهل طريقة وأفضل طريقة انه ليوصلوا ل وأسرع طريقة ليوصلوا تعلم. كمان هدف لنقل الصورة من ما يحدث في سوريا اليوم ونقل الظروف اللي عم نعيشها، فكمان هي نقطة إيجابية من خلال هيدا المؤتمر. كمان يعني عم نحاول الناس يمكن مثل ما قلت بأسرع وقت ممكن تتعلم المحادثة، تتعلم بعض المصطلحات اللي هي نوعا ما بتناخدها تدريسيا، بتصير أسهل بالنسبة لإلك. تمام. هلا في نقطة كتير هامة، يعني من خلال التكنولوجي أو الفيديو presentations انه هو سريع الانتشار، صحيح. يعني احنا انا تعمدت بالاعلان اقول انه المؤتمر الاول لمدرسي ومتدربي اللغه الانجليزيه في سوريا وحول العالم، يعني حاولت انه الامر يكون منطلق من from Syria، وكل شيء برا يشوف انه هذا الامر طالع from Syria. يعني شايفين في اشخاص من from Turkey، دبي، تركيا again and then امريكا تركيا، فهي الامور كلها يعني كانت مطلوبه امريكا. بس ما سالوكم انه يعني كل من سوريا، يعني انه ما استغربوا شوي انه هيدا المؤتمر كان في نوع من التعجب، لانه هيك مؤتمر، يعني هذا مو مؤتمر فقط متعلق بمحاضرات مثلا اداره اعمال، صحيح. هو مؤتمر بمجال تخصصي جدا 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 اللي هو اللغه الانجليزيه، اللي عاده المسؤول عنها يعني حدا دول امريكا مثلا بريطانيا، انه هن النيتيف بيبل اوف ذس لانجويج. فهذا الامر كان كثير يعني محط استغراب بس اعجاب بنفس الوقت، وتم طبعا مشاركه الحضور من دول غير الدول تبع المحاضرين. يعني المحاضر الحضور كان من انحاء العالم بشكل كثير قوي وفعال، يعني حدا اتصل مثلا هالو ام فروم منغوليا فور اكزامبل، يعني هالو ام فروم سودان، هالو ام فروم، فتم الامر يعني الانتشار واسع، عشرات الالاف استفادت، بالاضافه انه المحاضرين كانوا من حوالي اكثر من يعني 10 بلدان مختلفه، فقدرنا ان شاء الله انه ننقل صوره شوي للشيء اللي عم يصير ان سوريا، خاصه بمجال معين جدا اللي هو تدريب على اللغه الانجليزيه. هذا كان شيء يعني لو كان لحاله فكان اكيد سبب كافي لنعتبره نحن لنجاح المؤتمر. اكيد. يعني قبل ما نختم حديثنا بدنا نعرف منك قديش كان في كمان فايده للناس، وقد ايه فينا نقول بظل هذا الوقت مثل هاي المؤتمرات الى فايده لكل حدا بده يتعلم، الفائده الحقيقيه للعلم.
تمام. طبعا الفائدة ممكن احنا نقسمها ل يعني بمنحيين. الأمر الأول من خلال التعلم اللي صار directly، فهي التفاعل، درجة التفاعل اللي صار كان في تفاعل جيد جدا جدا من خلال الأسئلة، من خلال المشاركات، من خلال الدول المختلفة والكتيرة كتيرة اللي كانت في المؤتمر. يعني كتير جميل إنه أنا عم بعمل إدارة المؤتمر from Syria، المحاضر تبعي اللي أنا عم بعمل for example Andy from Andy برومانيا for example، المشاركين عم يشتركوا من عدة دول. فهي الفائدة الأولى الواضحة جدا. الفائدة الثانية إجت من خلال الفيدباك، يعني اللي بعد المؤتمر، يعني من خلال الرسائل، من خلال التقييم، من خلال المطالبة إنه لحنا نعمل مؤتمر مرة تانية. فكان كتير واضح وقدرنا نتوفق إنه صورة عن 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 سوريا in general. يعني كنا عم نتابع عبر الشاشة مع حضرتك النوافذ وكمية عدد المشاركين نوعا ما، ومثل ما قلت إن عدد من البلدان. نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم القادمة، ونحن سعيدين دائما بالإبداع السوري ضمن مثل ما قلنا من بداية حديثنا ضمن الإمكانيات المتوفرة وضمن الظروف الصعبة. أستاذ صفوان قدورة منظم لمؤتمر الافتراض الأول لمتعلمين ومدرسين اللغة الإنجليزية بسوريا، سعيدين بوجودك، وإن شاء الله هيك مش فقط مؤتمر أول، نستضيفك بالمؤتمر كمان الثاني والثالث. شكرا كثير، شرفت كثير فيكم، وأكيد يعني إحنا كل شيء ممكن إنه يساهم بمجال أو تطوير أي جزء بالبلد، فكتير كتير لازم يعني يكون مسؤولية للجميع. شكرا كثير، وبتمنى لكم التوفيق. شكرا لك، وشكرا لوجودك معنا.